يلا نجرب. نبدأ من بدايات أيام المراهقة. بدأت كنت شوي هادي، بس على آخر يعني سنتين من الثانوية كنت بسوي مشاكل كتير. فبتذكر أحد المشاكل كانت مشكلة كبيرة، وتقتلت مع واحد عنا بالحارة، وجابوا الشرطة وما شرطة. كانت أكبر مشكلة سويتها بحياتي، وهذه أثرت على أهلي بشكل كبير. يعني كانت هاي يعني أول مرة أبوي بدخل مثلا مخفر الشرطة عشان ابنه كذا، وكان في هيك عنف. فهاي أثرت علي بشكل كبير. هلا لما خلصت توجيهي كان عندي خيارات كثير. أول خيار كان صاحبي اللي هو أنا وياه من أول ابتدائي إلى رابعة ثانوي، راح على أمريكا يدرس بأمريكا، لأنه هو عنده إخوان كبار وبيشتغلوا وكذا، فالإنكم عندهم بالبيت كان يعني أكثر من الدخل. أنا لا، أنا عارف حالي، أنا كنت الأكبر، فأنا عارف حالي فيش غير إنكم واحد، وأنا ما بقدر أفرض على أهلي إنه أروح على أمريكا، مع إنه كان خيار متاح. فإجتني فرصة إني أدرس طب أسنان بالفرنسي ومنحة. فحكيت باخذ المنحة. طب ايش التحديات؟ التحديات انه اولا طب اسنان، ما بعرفش ايش هو طب اسنان، ولا الي دخل فيه ولا كنت بفكر فيه. ثاني شيء انه لازم ادرس فرنسي. كنت انا بحب اللغات، فاذا بدرس 6 شهور فرنسي او الجريت. رحت درست 6 شهور فرنسي ورحت على الجزائر، فكانت تجربة يعني قوية جدا. ما كنت فكر، انا كنت فكر حالي قوي وانه بقدر ادخل الغربة ويعني وعادي الموضوع. لا، بس كان مثلا اول يوم دخلت اجا قريبنا وصلني على الدورم، تركني. والدورم زي كيف افلام الكابوي هيك، بكون غبار وصحراء وكذا وفيش حدا. طب ايش اسوي؟ في تقريبا 12 جناح، صرت اروح اطلع جناح جناح، دور ادق الابواب ادور على اذا في حدا. تاني لقيت 2 شباب سوريين، طلاب سوريين عم بدرسوا هناك، وحكوا لي استنى هلا ويكند، بعد يومين ثلاثه بتيجي الاداره ويرجعوا الناس. فهي كانت حياتي بالهاي. فعشت سنتين فشل فشل يعني، احبطوني، حكيت انه خلاص انا انسان فاشل. فقررت اني ارجع، ومن حظي صارت الثوره جوا الجزائر، قام الشعب وصار في انتفاضه كبيره وكذا. فانا اقنعت اهلي انه انا غير اني انا فاشل، انه ما بقدر اضل عايش بهالبلد غير امن لي. فرجعت على الكويت واشتغلت محل بحاله البجع، بحاله ابيع سيديات واغاني وكذا. بس كنت ديبرست، يعني كنت شو ديبرست بعرف، مكتئب، كنت مكتئب لدرجة عالية جدا. يوم من الأيام بعد تقريبا شهر بالضبط، ولا أمي بتحكي لي شو رايك تروح عند صاحبك بأمريكا. قلت لها كيف وهذا، قلت أنت روح وشوف، مش إلا تبدأ دراسة، روح أدرس ابدأ اشتغل كذا. فعجبتني الفكرة ورحت أقدم على الفيزا. فأنا لما رحت أقدم الفيزا كان عمري تقريبا 20 سنة، يجوا اللي بقدمه 18 وتحت. فلما رحت اقدم برضو كان في ايش الاودز عالي جدا انه يرفضوني، وانا هناك كان الانجليزي كان كويس الحمد لله اياه. فلما رحت اقدم كانت المسؤول الموظفه الامريكيه فبتحكي معي بالانجليزي، وابوي واقف ورا وبحكي له اياها عادي وكذا، بتحكي له اوكي ثانك يو، طلبت كل شيء وسالت وجبت لها كل شيء طلبته، كان موجود معي كل شيء جاهز 100%. بالاخر بتحكي لي وعندي موافقه وكل شيء، بتحكي لي I'm sorry أنا مش راح أعطيك الفيزا لأمريكا، بكل برود. فهي متوقعة مني إنه أحكي لها أوكي شكرا باي. بتحكي لها لو سمحتي ليش، إيش السبب؟ قلت لها ما فيش سبب، بس إنه يعني أنا ما عندي جارنتي إنك أنت هترجع. كلها أكيد ما عندك جارنتي ولا عندي جارنتي، ما بعرف إيش حيصير معي. ممكن أروح وتزبط معي وأدرس وهذا وأرجع، ممكن أروح يصير معي حادث وأموت، ممكن أروح ففي ممكن أي سيناريو يصير، بس ما في أي جارنتي بالمنطق إنه يحكي لك إن أنا حادث أرجع. في عجبها إني أنا عم بأخذ وبعطي معها باللغة بالإنجليزية بأريحية. قامت حكت لي طلعت هيك، طلعت راسها سوت هيك، شافت ما فيش حدا عم بسمع، بتحكي لي Why did you go find me a company، دور لي على شركة إنه هي تبعت لنا ورقة انك انت حيشغلوك بعد ما تخلص الجرادويشن. تلبس؟ قلت لي يس. اوكي يا سيدي تمام. رحت. فابوي مش فاهم شو الطبخة، وقمت حكيت له انا بدي ورقة هيك. رحت انا طبعت الورقة، واكيد فيها مستيكس، ايام زمان ما كانش في عندنا لا جوجل ولا كان عندنا وورد ولا كان وين؟ لحظة شوي، بال 88 على التايب رايتر. اعطيتها لابوي، كتبت له اياها وراح طبعها، وراح شغله التالي راح وخلى المدير هناك يختم لي اياها. ثاني يوم اجيتها تفضلي، كانت هي بتضحك هيك بتطلع بتضحك، قلت اوكي بدي اعطيك بس سنتين. قلت لها اعطيني بس اسبوع، انا بس بدي ادخل.
أعطتني فيزا لأمريكا، وهذا كان من أكبر النجاح اللي بهذيك الفترة، وكان زي كأنه يعني أمل جديد وشاني شوي من الاكتئاب.